لا هذا في ذات تفصيل، الديون التي هي عليك لبيت مال المسلمين تختلف عن الديون التي هي عليك لفلان وعلان من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر إذا أوتي إليه بالرجل ليصلي عليه سأل هل عليه دين أم لا، فإن كان عليه دين يسأل هل ترك وفاء أم لا، فإن قالوا لا قصلوا على صاحبكم. وحين فتح الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وهذا متفق على صحته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بسداد ديون المسلمين، يلتزم بسداد ديون المسلمين، وهذا واجب الولاة إذا كان في بيت المال مال كثير أن يقضوا ديون المديونين إذا كانت لم تكن يعني عن عبث أو لم تكن في محرمات أو غير ذلك، إنما لمعيشتهم أو لسكنهم أو لغير ذلك من الأشياء. أما مكان لتجارتهم والظرف في الأرض ونحو ذلك فهم لا يلتزمون أو لا يلزم من ذلك السداد هذه الأشياء، لأنهم يتاجرون ضاربون في الأرض. أما ما يتعلق بمعيشتهم وأكلهم وشربهم والديون التي تركبهم يعني من غير تقصد لتوسيع الثرى ونحو ذلك فإنهم يسددونها ويلتزمون ويجب عليهم سداد ذلك للحديث المتقدم المتفق على صحته. فإذا كانوا لا يسددون هذه الديون أو أنهم يقولون من توفي سقطت عن هذه الديون فيكون شأنه حين أسهل من شأن الدين الأخرى، تبك عقاري مثلا من توفي أسقط عنه الدين، ففي هذه الحالة لا يمتنع مثلا من عليه هذا الدين ويذهب إلى مكان مظن للوفاة أن يذهب، هذا الدين ما يصده ولا يمنعه لأن هذا سيعفى عنه سيسقط عنه، فبالتالي يكون متعلقا بذمته، لكن هذا المال متعلقا بذمته. وأما ما يبقى متعلقا بذمته ويعلم أنه لو توفي لا يقضى عنه فإن يجب حينئذ سداده والتزام القضاء. يجب السداد، يجب السداد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا مال عام لكل المسلمين، ليس مال لفلان، ليس هذا المال لفلان ولا لعلان، هذا عام لكل المسلمين الشركاء في هذا المال، فأنت تقضي هذا المال يستفيد منه غيرك.